ونحبهم على منبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت. اليوم 20 رمضان موافق 25 مايو 2019. زي ما شايفين كان عندنا مشكلة فنية في الصوت وفي الإنترنت. يعني طبعا الفعاليات بتاعتنا كلها بنقولها وبيتابعوها معانا كل الأعضاء بتوع مجموعة الباحثين السودانيين اللي هو السودانيز ريسيرشرز انيشيتيف في الفيسبوك. فحاليا يا اخواننا عندنا مشاريع جميلة. من ضمن الفعاليات اللي بقت مستمرة وثابتة اللي هو نادي اللغة الفرنسية. في ناس بيتابعوا برنامج المخاطبة باللغة الإنجليزية وفي ناس بيتابعوا اللغة الفرنسية. فمبارح واحد دخل المجموعة من فرنسا سوداني. دخل المجموعة عشان يقوي اللغة الفرنسية بتاعته من نادي المخاطبة بتاع اللغة الفرنسية هنا في محيط اعتصام القيادة العامة. ودي حاجة بتخلينا احنا فرحانين وفخورين جدا بالحاجة اللي بنعمل فيها. انه احنا مش قاعدين صابنا وانما صابنا بفهم. قاعدين نتعلم وقاعدين نستنير ونزيد الوعي. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. البرنامج بتاعنا دخل شوية لكن زي يقولوا better late than never. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فنعتذر عن التأخير بتاعنا وحنبدأ طوالي اللي هو النادي السياسي مع الأخ ناظم كمال الدين وعدد من مجموعة من الشباب المؤثرين كلهم بيكون موجودين ويديروا البرنامج. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. مساء الخير عليكم جميعا. نقول سقطت ما سقطت صابنا. هاي طبعا نحن الليلة ما متعودين على الصوت بالطريقة. لكن ده ما بيخلينا نحن نجيب من انه نقول نوصل صوتنا اول حاجة ونوصل رسالتنا كاملة. نحن اول حاجة بنحيي مجموعة الباحثين السودانيين انها تحت لنا الفرصة انه نكون نشاط بتاع ركن للنقاش حول الوضع الراهن السياسي. ولما نتكلم عن الوضع الراهن السياسي نحن عارفين انه السودان بيمر بمرحلة تاريخية مهمة بتكون مستقبل السودان. فمبارح كانت الانطلاق بتاعت ركن النقاش هو ركن النقاش لينا نحن كلنا لكل المتواجدين في المنصة بتاعت الباحثين السودانيين ومفتوح فيها فرص للجميع. ومبارح كنا بنتكلم عن تاريخ الثورات السودانية. شنو الإخفاقات في الثورات السودانية السابقة اللي خلت الثورات دي ما تحقق الأغراض بتاعتها. في ناس يتكلموا عن مبارح يعني في ناس يتكلموا إنه الثورات دي تم إجهاضها من داخل المكون الديمقراطي أو من داخل الأحزاب السياسية. يعني من داخل الأحزاب السياسية في ناس سلموا السلطة للعسكر. من داخل الأحزاب السياسية في ناس قامت بإنقلابات عسكرية. من داخل المكونات السياسية في ناس استولت على السلطة. ففي ناس اتكلمت امبارح انه يا اخي بيتم اجهاض الدوله المدنيه اللي نحن بنحاول نسعى عليها بيتم اجهاضها دائما من المكون الديمقراطي. وفي ناس ثاني اتكلموا انه الثورات اللي فاتت بتختلف عن الثوره بتاعتنا بتاعت ديسمبر انه الشباب او الشعب هو اوعى من الثورات السابقه. فده ضامن انه يا اخي الثوره دي تقدر تحقق المطالب بتاعتها. فده كان النقاش بتاع امبارح. انا من النقاش بتاع امبارح ده حابب انه برضو افتح المجال لعدد ثلاثه مشتركين انهم يا اخي رايهم شنو عشان الثوره بتاعتنا دي تحقق المطالب بتاعتها. أن احنا المفروض نعمل شنو او المفروض نكون واعيين بشنو. فباب المشاركه مفتوح لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
أنا سعيد جدا وفخور جدا وكنت في الموصل وكل يوم كنت بحلم بجيب حياتي وأنا افتكرت المكان ده طبعا يعني الناس بس مهتمين بإنجليش لانجويج يعني دولي كلوزية افتكرت الناس ما عندهم كانس أو فرصة الناس يتكلم باللغة العربية افتكرت كل جنرال كده الناس بتكلم بالفرنسي واللغة الإنجليزية لكن الحمد لله يعني جلست أنا من أمبارح كنت بجي قعدت تابعت الفيلم والفيلم زاد بتكلم عن الديمقراطية في العالم يعني زوافت كده يعني وهسه حاليا تابعت الفيلم اللي قبل شوية بتكلم في الديمقراطية من زوار اللي يعني وجدت الناس في العالم يعني من خلال الفيلم الأسع الديمقراطية زادت تختلف في العالم في الفيلم اللي قبل شوية يعني حتى ذكروا العراق والأستاذ وكل الدول يعني حتى أنا لما سألت الأستاذ زين عن نظام الكودة فشافوا قالوا أحسن نظام هو نظام بتاع الشيوخ المجلس بتاع الشيوخ الأمريكي أنا الحمد لله سعيد كون أقف أمامكم والريفوليوشن أو الريفوليوشن حقت السودانيين اللي هسه حاليا عايشين فيها في اعتصام اعتصامنا مع القيادة العامة أنا سعيد جدا كون أحسن منا الليلة زي مكان يعني والدينا مطلوبين عندنا مطالب عندنا مطالب لازم احنا نحققها والله لكن فوق يكون اخواننا عندهم زي يسمح كده اصابهم الاحباط يعني الانسان مفترض ما يكون عنده الاحباط يعني هسه شايف كده الناس يعني لما نشوف امام القياده العامه العربات والخيام والتابع الحمدي والناس زادوا قلوا شويه اليومين ده وحتى في بعض من الولايات جونا ما شاء الله يعني لكن البعض هنا مسافر والقليل منهم قاعد في الخيام وفي السجنات في الداخلية أو في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة أن إحنا ما يهمنا يعني الناس إذا ما شوفوا فضلنا المسلمين لكن برضو وجه تحياتي أكثر حاجة لولاية الحكومة يعني كمناشدة الله يعني ناسنا الحمد لله ما قصروا الجماعة صابينا معانا بإفطارهم ويغلوا منازلهم ويقفلوا بيوتهم مع شراب الموية بفضل يكون قاعد في البيت يكون حزين ليه ما جاء قاعد في القيادة العامة حتى يصب معانا وحتى يشرب ماء رمضان معانا فالشكر لكل الشعب السوداني أتى من جميع ولايات السودان حتى وصل إلينا في هذا المكان والحمد لله نحن شعب واعي وشعب يعني متعلم صحة زي ما قلت الأجيال القديمة كانت يعني زي 53 سنة الناس زي حكموهم العسكر وخلال 53 سنة ده الشعب كان شوية كده ما يعني إدوكيشن ما متعلم كده يعني كانوا الناس بيهتموا بالأجريكلتشر الزراعة وبعض منهم بالثروة الحيوانية وبعض منهم بالتجارة لكن الجيل اللي عنده 20 سنة وفوق ده يقول حتى 2019 أصبح جيل متعلم جيل واعي جيل متطور صح نحن الحكومة المضلتي يقولوا الجيل القام ده جيل يعني قريب بشعره ماله يعني ما مشكلة وشوفوا الشباب ده يعني نعم وقولوا للأجيال اللي بشوفها دي أنا قعدت هنا والأجيال دي عرفتهم يعني الحمد لله والله إذا كان قريب بشعره ماله ما كل زمن بيناسبه أي زمن عنده ناسه والناس اللي بيشوفون دول يعني ناس فيهم المهندس والمحامي والطبيب وفي حقيقة بيشوفوا أعمارهم صغيرة وكل الناس دي ما فاهمين حاجة حتى لما يجوزوا الشيخ كبير يعني يتكلم معاك ويقول لك انت وتبيتين الحاجة ما مبارة وتبيتين الحاجة على الماية العلم يعني نازل المخ بتاعهم مليان على حسب المهنة القراءة يعني كطب أو كهندسة النازل متعلمين يعني ما دار الدين لكن الشباب الحس عادين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ودي البلد اللي قدام لكن عندنا أهم حاجة إذا أن إحنا اتربطنا وتوافقنا واتحدنا على الثورة يعني كيف أن نحقق المدنية المدنية دي إن شاء الله حتأتي لكن كيف أن إحنا نتوحد يعني الوحدة بتاعتنا بتأتي كيف أن إحنا الحين نتفق والاتفاقية تكون كيف يا جماعة أن إحنا كيف أول حاجة الاتفاقية ما إحنا قاعدين هنا نحن عندنا مؤسسات حكومية يعني مثلا مؤسسة الطيران عندهم نوابة المحامين عندهم نوابة العاملين بالدولة الاتحاد العام للعمال السودان
وكل جهة عندها يعني ناس بيمثلون. أنا بس داير الناس زي ناس الاتحادات دي ما يخذلونا نحن كشعب، ما يخذلونا، لأنه صح نحن تابعين للمهنيين وفي ناس تابعين مثلا هو إعلان الحرية والتغيير، مثلا أي زول عامل تاجر في السوق ليه نحن كيف نوحد كلمتنا وناس هو إعلان الحرية والتغيير المهنيين دي يا جماعة هم ذاتهم بيكونوا جادين، لأننا نحن برلمان وهم جهاز تنفيذي مثلا يحاولوا العسكر ناس حميتي وناس بطان، ونحن صابنا هنا في الميدان ده اختبار وهيئة تشريعية مثلا لما يجونا هم يجونا بالقرارات والبيانات من المجلس العسكري ويورونا الحصل، لما يورونا الحصل يقول لنا يا جماعة نحن جبنا لكم واحد اثنين ثلاثة انتوا رأيكم شنو كبرلمان، نحن وافقنا يا جماعة بالحكومة أو عدد الأشخاص من الحكومة المدنية والعسكر، أو قلنا لهم والله الكلام ده بينفع نحن صابينها وثاني الباقي لنا نحن كيف بس ندرس ولاية الخرطوم دي والكباري ونمنع الأسواق وحتى نمنع العربات اللي بتجي ولاية الخرطوم ونمنع الخدمات الدولة الكهرباء، نحن ما ندفع الكهرباء وما ندفع خدمات الموية وما ندفع كل حاجة ونوقف المؤسسات الحكومية البنوك. ويا جماعة أقول لكم صراحة كده والله الحكومة العميقة موجودة لسه، إذا نحن من عمر البشير تزقطناه وأعوان والحرامية اختبار والناس زي ماتوا يعني أصلا عمر البشير ما يهمنا، أصلا يهمنا بيهمنا نحن كيف الحكومة العميقة دي نزيلها من جزور، لأننا حتى الآن يا جماعة حتى الآن المؤسسات الحكومية دي ماسكنها الخزان، إذا مسكنا مثلا جهاز الأمن والمخابرات هو جنبنا قريب ده مسيطر على كل الوضع، وهسه التزامن لما انطبق مساحة الاحتصام دي هنا في أي محل يعني صح نحن نقول حين حرية أو حرية سلام وعدالة، لكن ربما أنت لو مشيت الأسواق برا برا كده منفرد أو في أي موقف إذا قلت الكلمة دي ربما جهاز الأمن أو أي بوليس يمكن يقولها، لكن نحن في هذا المكان حرية سلام وعدالة منقولها نقول قبل شرام الموية وبعد شرام الموية مدنية مدنية، والله حقيقة نقول لكم ماذا يطلع لكم لأن الناس اللي يتكلموا يعني، لكن الحكومة العميقة دي موجودة لسه يعني إذا كنت الدفاع الشعبي وإذا كنت الشرطة الشعبية وإذا كنت التابع للعصمان وإذا كنت الأمن المجتمع التابع لجهاز الدولة مثلا أو الرئاسة الناس موجودين لسه، أنا بس أتمنى كيف نتكاتب وما ما 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 ننهزم يعني الإنسان لما ينهزم خلاص أي حاجة تفشل، لكن لما تكون عندك العزيمة وتكون عندك مثلا الصبر يعني احنا دايرين الصبر ما طوال سنين 40 يوم احنا خلاص نكون الحكومه المدنيه، لا نصبر حتى شهر وشهرين والعيد باقي له 9 يوم احنا حنعيد هنا وحتى نصبها كده، لكن برضه ما نستعجل في حاجه يعني ما نستعجل لاخواننا المهنيين واخواننا اعلان الحريه كيف احنا بكره بعد بكره بس نقفل الشوارع ونعمل الاحتصام العام، لا احنا نصبر شويه كده لحد الثلاثاء شكرا يا اخواننا المهنيين دي حتى زادوا لو اخواننا المهنيين دي زادوا قالوا صبها برضو ندهم فرصة كلهم كده أصبروا الناس العسى ولعل يتراجعوا، والله ما دار يطلع لكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وإن شاء الله ربنا يجعلها مدنية بارك الله فيكم. طيب شكرا لك. تفضل يا أستاذ. بس أنا حابب أذكر إنه الموضوع بتاع النقاش بتاعنا الليلة هو عن كيف نحن نقدر نحافظ على مكتسبات الثورة بتاعتنا وكيف نقدر نحمي الثورة بتاعتنا دي من الانحراف ممكن ما يوصلنا للأهداف اللي نحن من أجلها قمنا بالثورة. تفضل أساس. أولا في البدء بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا والشكر كل الشكر لمبادرة السودانيين في على هذا التواصل الجميل بين الناس وكلام المواطنين وتوعيتهم وكيفية الحفاظ على الثورة. يا أخواننا أول نقطة أن إحنا صرنا من أجل أهداف. طبعا الثورة بدأت لها أهداف مش بنزين أو خبز أو أي زي كده، ولكن أن إحنا ابتغضنا لأشياء كثيرة جدا جدا من أهم الأشياء اللي ابتغضناها المكون الثقافي بتاع المجتمع السوداني واللي سبب فيه النظام البائي وأنتم عارفين طبعا النظام يتسبب في فكاك الدولة السودانية والمجتمع السوداني، يعني كل القيم السودانية كانت موجودة في خلال 30 عاما الماضي، والآن الحمد لله المكون السوداني ابتدى يرجع ونحن شايفين انه كيف رجع من خلال وجودنا هنا في سحبة
يعني الآن لو أنت جيت وشفتها بتلقى كل الكومينات الشعب السوداني موجود بكل فئات، المثقفة، العامل، الفلاح اللي هو المزارع، والإنسان البسيط، وده شيء جميل جدا جدا. لكن للأسف نحن في أشياء لسه ما قادرين نقاومها، ولازم نصمد ونقاومها بشجاعة يا إخوان. زي ما قال الأخ قبل شوية إنه نحن هنا ممكن نقول حرية، سلام وعدالة، ما ممكن نقول في ميدان جاكسون، لا نقول في ميدان جاكسون، لأنه إحنا ثورة، الثورة دي خلاص ما هنا في القيادة العامة، ثورة في كل السودان أو في أنحاء السودان بكل ولايات. الكلمة دي تقال في أي مكان، في أي شارع، في أي بيت، في أي حارة، في أي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص. خلاص في ثورة، طيب دي حاجة. الحاجة الثانية يا أخوانا، إحنا عشان نحافظ الثورة دي لازم يكون في تماسك، تماسك اجتماعي ورابط قوي، وده بيطلب مننا وعي فكري. الوعي الفكري ده بينفع مننا احنا كشباب مثقفين متعلمين فئات عاديه، وان احنا المثقفين بدورنا انه نحتضن الفئات العاديه على اساس انه ما يكون في عنصريه او تفرقه، والتفرقه هي دي سبب من اسباب التفكك الدوله السودانيه، ولازم نمزح الحياه دي يا اخوان. فانا في 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 ظل وجودنا في في محيط الاعتصام او ميدان الاعتصام بسمع بعض الشباب يقول لك يا اخي احنا عايزين حكومه جلابه، انا عايز ما جلابه، احنا عايزين سوداني وطني عنده قوميه وطنيه يحكمنا باسلوب ديمقراطي حضاري مثقف، حكم مدني يعني حيكون حكم راشد ديمقراطي يكفل لنا الحريات. احنا كيف نقدر نتكلم؟ كيف نقدر نطالب حقوقنا المظلومه؟ كيف نقدر ننزع النعره العنصريه الموجوده داخلنا؟ كيف نقدر ناسس دوله مدنيه راسخه راشده؟ كويس؟ كيف نقدر نبني مستقبل لاجيالنا، مستقبل يكون قوي؟ والاشياء دي بتتطلب طبعا فكر وثقافه. يعني احنا الان في مواجهه زي مواجهه ايران والقوى الاقليميه الدوليه. يعني احنا هنا في محيط الاعتصام وديل عساكر جنبنا، كويس؟ احنا مطلوبين هم القوى الاقليميه، كويس؟ ونحن طبعا سوار ما عندنا سلاح، لكن عندنا سلاح بنقول لهم، وسلاحنا اقوى من سلاح، والسلاح بتاعنا يا اخواننا هو الفكر والعقل والمنطق. لو قلنا نحاربهم بنفس الاله اللي هم الان موجهينها لنا احنا، حيكون هناك في مشاكل كثيره جدا جدا وما حنحصل او ما نصل لحلول. لكن الحلول ممكن نصل لها بثقافتنا، بالفكر، بالوعي بتاعنا اللي احنا مقتنعين به تماما، والشيء وحقوقنا الطلعنا من اجلها. كويس؟ والشيء الثاني يا اخواننا، في ظاهره من نظام الحكم الفارغ، كويس؟ الظاهره تحت الاستبداد والاضطهاد في الشوارع، الضرب الناس بالعصا والسلطان. احنا في قرن يعني او في زمن الان زمن السوشيال ميديا وعالم متطور، كويس؟ حضاريا، ثقافيا، ايديولوجيا، فكريا، اشياء كثيره جدا جدا. احنا ما في زمن الجاهليه عشان يجينا واحد يحكمنا بالعصا وبالصوت يضربنا في الشارع، في حين انه هو اللي بيضربك ليا ممكن يكون اقل منك فكريا وثقافيا وعلميا، واحنا بنحترم مكانكم حتى لو كان اقل مني، لكن لا نسمح تماما ايا كانت الاهداف انه يرفع لك صوت في الشارع او يضربك بحجه او بدون حجه، لانه احنا عايشين المفروض بعد كده حيكون عندنا دوله بتاع سياده القانون، وما نسمح بالكلام ده. وما اطيل الحديث لانه انا بشوف في ناس كثيره عايزه تتكلم، ولو حاولنا نتكلم في اشياء كثيره سالبه والله ظاهره هنا وممكن الناس ما قادره تقولها، لكن ان شاء الله مع خلال زي ما بيقولوا الفتره المدنيه او الحكومه المدنيه الجايه، واحنا بنتمنى انه تكون فعلا انه ما في مماطلات في المجلس العسكري، وانه في مماطلات، وانه في ناس باعين القضيه بحقيقه وماخذين فاتورتها، وحياه بسيطه جدا جدا. صادقا ما قال قبل كده دي ما بوخت، دي بوخت ما بوخت مركب، لما ان البوخه اكتملت وبقت حلوه ونجحت والعروس اكتملت من كل شيء، واحد من الناس جاء وبدا يتحاور، وشايفين النائبه بتاعت حزب الامه مريم الصادق، وهو ما كان مقتنع بالثوره
أهداف الثورة، لكن لما الثورة نجحت كان جزء وبدأ يشوف عن مصالحه. إحنا بنسمح بالحياة دي، مو بنسمح أيوة لسه بالثورة أخواننا مننا، والثورة الآن بدأت في أطراف تسري حقيقة حرامية عديد بيقوا يسرقوا الثورة دي، وإنتوا شباب أعلم تتراجعوا وانصور إلى أن تتحقق مصالحنا ومطالبنا ويتكون الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية اللي تسمح لنا نعبر عن حقوقنا بحرية تامة دون خوف. ويا أخوان الخوف ما بحقق مطالبنا، يعني إحنا ما نخاف من الآن العسكرية والعسكري الشيء اللي بندقية أو صوت، والله العظيم هو بيحتمي وراء الآلة وراء البندقية، لكن يا أخوان إحنا نحتمي وراء عقولنا أفكارنا أهدافنا تطلعاتنا مستقبلنا وطننا. وشكرا. شكرا لك. طيب نحن الموضوع بتاعنا بسيط، اللي هو موضوع بتاع امبارح، نحن كنا بنتكلم كيف نحن نقدر نحافظ على مكتسبات الثورة بتاعتنا، وكيف نمنع الانحرافات ممكن تحصل للثورة منها ما تحقق المطالب بتاعتنا. وهنا أنا بشكر آخر متحدث إنه أشار لنقطة مهمة جدا اللي هي موضوع مهم، وهو موضوع المفاوضات. ونحن لما نتكلم عن موضوع المفاوضات نحن عندنا ممثلين كثوار، عندنا ممثلين بتاعنا هم تجمع المهنيين السودانيين والكيانات السياسية اللي هي بتمثل قوى إعلان الحرية والتغيير، هي بتمثل القواعد السياسية اللي بتتفق معها. وحاليا قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين داخل في مفاوضات مع المجلس العسكري. السؤال بتاعنا هنا المهم شديد، وهنا أنا السؤال ده هيكون هو محور النقاش بتاعنا ليوم الليلة، اللي هو موضوع الشفافية. يعني لماذا يموت الثوار علنا ويفاوض السياسيين في الغرف المغلقة؟ الشفافية وين في المفاوضة؟ يعني ليه نحن النتائج بتاعت المفاوضات ما قاعد تصلنا بطريقة مباشرة وبطريقة شفافة؟ وحاليا نحن كلنا متابعين المفاوضات اللي بتحصل بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وكلنا بنشهد التأزم في المفاوضات. وحاليا نحن في دعوات لأنه نحن نصعد العمل الثوري في شكل بتاع عصيان مدني. وقبل ما نمشي نحن لموضوع العصيان المدني والحديث عن العصيان المدني، عايز أتكلم عن موضوع الشفافية في المجلس في المفاوضات. فباب المشاركة مفتوح للجميع في موضوع الشفافية في المفاوضات وأثرها على الحراك الثوري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة يا إخواننا جزا الله خيرا إخواتنا في المنبر القائمين بالأمر، والله أنا حقيقة يعني من المسائل بدت وإنه يعني المجلس العسكري استلم السلطة والرئيس البشير في سجن كوبر وفي غير وفي غير وفي غير والمسؤولين، إحنا ما يعني كان الشفافية معدومة، يعني في كل شان حنسمع به ما في يعني ما في شيء واضح، ما في شيء ظاهر، احنا بنسمع كلام كده زي الكلام بتاع الاشاعات والقوالات، هنا فلان يقول لك قالوا كده وفلان يقول لك. يا اخواننا احنا كشعب نحن بنطالب من المجلس العسكري، بنطالب من اخواتنا في الحريه والتغيير والمهنيين يخطونا في الصوره يا جماعه، يخطونا في الصوره يوضحوا لنا انه نحن عملنا 1+1=2، عملنا كده انتوا رايكم شنو؟ والمجلس العسكري ده انه يكون شنو؟ المجلس العسكري ده بدل انه يكون رئيس، ده انه يكون خادم للشعب، يقول لنا انا قبضت عمر البشير ويهودة في كوبر. جو ناس قناة العالم يعني تكلموا معاه، جو ناس قناة العربية تكلموا معاه، جو ناس قناة كده تكلموا معاه، جابوا نافع علي نافع ياهو قدامكم يا جماعة في الشاشة، جابوا عبد الرحمن الخضر ياهو قدامكم، جابوا الفلاني الفلاني، لكن يا اخوان ناس نحن لحد الان عندنا اكثر من 42 يوم
عايشين يعني بالهامش، ونحن بنسمي نفسنا يعني سوار، وبنسمي نفسنا اهل يعني اهل الانقلاب الحقيقي. يعني يا اخواننا والله انا لا اشكر عسكري ولا اشكر غير عسكري، الانقلاب ده حق الشباب، الانقلاب ده قاموا به الشباب حتى وصلوا به. لكن نشكر اخوتنا الضباط الصغار، ومنهم صغار بشنو بالرتبه، لان كبار بالمعنى وكبار بالفكر وكبار بالوطنيه، هم الذين يعني قاموا بدفاع حقيقي حينما كان صعالق الامن يضرب المواطنين بالذخيره الحيه، ودي تسمى هذه المؤسسه مؤسسه القوات المسلحه، قوات الشعب المسلحه. وانت المواطن الذي تسلحت من اجله وتدربت من اجله وحلفت القسم من اجله، الان يقتل امامك. انت ما يسعك الا ان تغمس الكاكي وتحتزر وتقول انا عجزت ان ادافع عن هذا المواطن. فالاخوه الضباط الصغار في الرتب قاموا بما لم يقم به الكبار. ليه؟ لانهم لسه يا اخواننا نحن بنقول فيهم الحيويه، وبيقول انهم يعني قبلوهم المويه، لكن المويه ما دخلت فيهم، ما طين، هم اسمنتي. المويه ساحت ببرا ما دخلت بجوا. المويه بتاعت الجيزان لما قبلوها في اخواننا تدافع عن المواطنين، ونحن حقيقه بنقول هم جزء من شنو، من تثبيت الانقلاب، ويقول هو انقلاب. لكن لحد الان اخوتنا في المجلس العسكري ما قدر يقتنعوا انه ده انقلاب قاوم الشعب، يعني انقلبوا على شنو؟ على استثمار الشعب. وهم والله يتحداهم، ما في واحد رضيان بانه يعمل انقلاب، لانه يا اخواننا اي ضابط في القوات المسلحه حصل فريق وكوز. اي ضابط، انا مستعد اقول لي عبد الفتاح برهان انت كوز. ليه؟ لانك حصلت فريق. واي انسان في القوات المسلحه اذا ما كوز ما بيحصل درجه فريق. فلذلك يا اخواننا انا ما اطيل عليكم، واناشد واطالب اخوتنا في المجلس العسكري وقوه الحريه والتحرير والمهنيين كما ذكر اخونا جزاه الله خير، بان يخطونا يا اخواننا في الصوره. احنا ما لبنانيين ولا تشاديين ولا اوروبيين، احنا سودانيين. والشغل اللي بيطبخوا فوق الدوا ده الحله دي اللحم حقتنا نحن، والبصل حقنا نحن، ها والبهارات حقتنا نحن. لكن لحد الان حلتنا دي ما عارفين انها حرقت، ها قربت تنجط، ما فيها بصل، ما كبولها زيت، لحم مغلي ساي، ما عارفين حاجه شنو يا اخوانا. بالدارج يعني بالبلد يا اخوانا. فنحن يا اخوانا دي حلتنا دي ورونا حصلت في وصلت اي مرحله عشان نجيب رغيفنا وسلطتنا ونقعد للعشاء يا جماعه، لانه الليل ماشي نصلي على رسول الله. فيبقى يا اخواننا ما يغشونا يا جماعه، بعدين والله نحن جاهزين للموت، جاهزين لاي حاجه. اذا كان ما قدروا قوة التحرير مع القوات المسلح يصلوا لشيء، انا حاب نقول لهم واحد زائد واحد يساوي اثنين. اول حاجه اخونا عبد الفتاح برهان بنقول له انت حامل الشعب، انت خادم للشعب، انت جندي للشعب، ما استطعت ان تحقق شيء، نقول لك يا اخي اتنحى اتنحى احتذر يا اخي. انت ما نبي ولا رسول، يمكن ما تستطيع. الا النبي يا اخواننا ما بده يتنحى، ما في نبي بيقدم استغاثه لا الله بقول لي يا الله عبادة الغلبوني. لكن عبد الفتاح برهان ممكن يتنحى، صلاح قوش ممكن يتنحى، حماية الدين ممكن يتنحى، اي انسان في الدنيا ممكن يتنحى. فنحن بنقول يا اخواننا اذا غلبتكم الموضوع، الموضوع غلبكم يا جماعه، نحن بدناكم تتنحوا، لانه الشباب الماشيين اللي لابسين بناطيل وقمصان يعني جزاك الله خير، مفترض ناخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام الشباب وحين خلني الشيوخ كان حضر النبي منه ابو جهل ومسيلم الكذاب، كثيرون من سادات قريش واشياخها. لكن النصر النبي صلى الله عليه وسلم منه، سيدنا علي بن ابي طالب كان عمره 17 سنه، كان يدخل ميدان القتال ولا يقف امامه واقف. كان سيدنا عبد الله بن الزبير عمره 18 سنه، كان سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر عمره 21 سنه، كان سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام عمره 16 سنه. دين الشباب يا اخواننا جابوا النصر وجابوا لنا الدين الان نحن نستدين به، نعرف الحج والصلاه والجهاد. دين ما جابوا لنا عمر البشير يا جماعه، دين جابوا لنا عمرهم 17 سنه، ناس عمرهم 18 سنه، دين جابوا لنا الا الكذب. الله اكبر، هي لله هي لله، لا للعزه ولا للجاه، فليعد للدين مجده او ترغ منا الدماء، او ترغ منهم دماء، او ترغ كل الدماء. وين يا اخواننا مجد الدين الله يرجع عليهم؟ ديل جابوا
اشتري سلاح يضرب بلد الشمالية، اشتري سلاح يضرب بيه أخواننا المدرمان. يا أخواننا قرية الجخيس المواطن جا قاعد في هذا السرون بواليس وضربوه وقاتلين 11 نفر في صوبة قريبة، قاتلين 21 نفر حولوهم من صوبة قدام الجزيرة الإسلامية. ليه؟ لأن المحل ده غابات وفيه المرفعين وفيه الثعلب وفيه الضبع، لكن الآن بقى عمارات، يعني القرعة تباع ب 12 مليار والدولار بتاع عمارة. أنت مواطن سوداني جيت من نيالة، جيت من دار من كردفان، جيت من أي اتجاه، أنت صاحب حق، أنت لك لك مكانك وأنت لك ال. فأنا لعلي ما أطلع من الموضوع طلبوا مننا أخونا جزاه الله خير. إحنا يا إخواننا دائرة الشفافية وأنا والله يا إخواننا نعجب كثيرا حينما نجد مثل هذه المنابر، لأن هذه المنابر فيها الوعي، بتخلي الناس يكون عندهم وعي وبتخلي يكون عندهم روح وخلي الناس يكون عندهم اتصال بموضوع الثورة. ونتمنى أن هذه الثورة تحقق مكاسبها ومضامينها. وأنا عندي رسالة يا إخواننا برسلها لأخواننا العسكريين. يا إخواننا يا عسكريين، إذا كان دايرين تنصفونا الثورة دي والله حقتنا نحن، والنظام ده عنده 30 سنة، الحركات المسلحة التي حملت كل الأسلحة عجزت بأن تقدم للمواطن شيء، كلهم هزموا وضربوا وانتهوا، لكن الثقافة العلمية الفكرية الشابة هي التي أوصلت هذه الثورة لهذا النجاح، وقوات الثورة هم الشباب، وجنودها هم الشباب، ووقودها هم الشباب. فأنا أقول لهم إخواننا كونوا واضحين، إذا أنتوا انتقدتوا للنظام السابق والله كلامنا مرفوض، إذا دارين تقول البشير جزاك الله خير وشكرا لك لأنه أنت كنت غايد لنا ونحن تحت ظلك وصلنا درجة فريق، بيقول لك والله جزاك الله خير. نحن والله لعندنا شغلة بعمر البشير، لعندنا شغلة بغيره، نحن عندنا شغلة اسم الوطن، وأنت كعسكري تسمى قوات الشعب المسلحة. فالآن دايرين انك انت تدافع عن المواطن وتدافع عن الشعب، والنظام ده يا اخواننا نظام باعد ونظام انتهى ونظام فضايحه. والله الآن لو الكيزان عندهم عضل مفترض الكوز يجي لابس له شنو؟ يجي لابس له خيمة عشان ما يروه، لأنه الفضايح حصلت منهم فضايح والله يا اخواننا في العالم ما حصلت. فجزاكم الله خير. وآخر كلمة نقول أنه نظام البشير دوع أهل السودان وشال أموال السودان، تبرع مال الآخرين، يعني ناس بوكو حرام في 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 نيجيريا هم داعمهم البشير، السوار في ليبيا داعمهم البشير، فيا ليته لا يسمى البشير. وجزاكم الله خير، السلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب نحن عشان نختصر النقاش بتاعنا والكلام والقضايا بتاعتنا هي قضايا كثيرة شديدة، نحن مفردين مساحة في المنصة بتاعت الباحثين السودانيين انه يكون عندنا زي ساعة بتاعت حوار ونقاش مفتوح للجميع، كل القضايا هيتم مناقشتها، لكن عشان كل الناس الموجودين هنا يستفيدوا من النقاش ياريت الناس تركز على النقاط اللي نحن بنفتحها أو بنثير حولنا النقاش على أساس إنه نقدر أي زول يقول رأيه. سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، حرية سلام وعدالة والوعي والوعي قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. التحية لكم من جديد، وهفتح برضو الباب بتاع الفرص للمشاركة في موضوع الشفافية، شفافية المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنية السودانية. من اللي عايز يشارك؟ طيب السلام عليكم. نجي موضوع الشفافية طوالي لأنه يخوانا في ناس دارين المشكلة. كوننا نرجع شفافية من المجلس العسكري الموجود دي حاجة مستحيلة، تمام؟ دين أصلا ما شفافين، دين امتداد للكيزان. الشفافية أنا بطلبها من منهم، بطلبها من قوى إعلان الحرية وتجمع المهنيين بعد ما يطلعوا من المفاوضات.
انا ما داعي لهم يمشوا للناس الغنوات واي واحد يصرح براو مفترض يكون في واحد بيتكلم وما يدي الغنوات الغنوات هذه ليه ما تيجي تشيل من المنصه دي يعني احنا الاولى ما الاولى الغنوات اللي بتخش جوه دي هم يجوا الغنوات دول دايرين الحاجه يجي يسمعوها هنا ده يجي يسمعوها من المنصه الرئيسيه الحاجه دي مفترض تتقال في المنصه الرئيسيه انه الليله خشينا الاجتماع واتفقنا في كده 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 واختلفنا في كده 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 عشان احنا بكره للجداد يا كاكي في الفيس ولا في ناي عشان ما بعد ما يطلعوا الكلام بيبقى كتير والجداد بيشتغل ما عارفين نصدق منه ونخلي منه انا شايف الافضل انه التجمع يحصر ناسه الناس بتتحدث ناس معينين وبعد الخروج بعد الخروج من اي مفاوضات من اي مفاوضات الاحد انه الكلام اللي حصل في المفاوض بعد الاجتماع الاحد به الثوار الموجودين في الميدان حاجه تتوضع في الميدان قبل ما يدخلوا القنوات لانه القنوات الموجوده دي كلها اي واحده بتلعب لمصالحها تمام الجزيره بتلعب لمصالح قطر الحدث العربيه ديل بيلعبوا لمصالحهم اي واحد شايف للثاني ونحن المدمر السودان ده حتى الان المدنيه ما استلمناه كلها بسبب القنوات وعملاهم الموجودين جوا من الاعلاميين الموجودين جوا والسيء انه زول اعلامي يكون منتز عشان بنفس في اجنده لجوا الثانيه انا بقول لهم راجعوا نفسهم كل من الاعلاميين الموجودين راجعوا نفسهم لانهم الاعلاميين الموجودين دل اغلبهم قاعدين يمروا لاجنده بتاع الدول الخارجيه بما فيهم المجلس العسكري قاعد يمر لاجنده بتاع قوة خارجيه ليه؟ انت الواحد ما مفترض يكون عنده همه للوطن انت الوطن ده نهائي ما عندكم لا حاجه انا بشوف الامثل انه الناس الكلام ده يتقال في المنصه قبل ما تاخذوا اي غنى عشان نحن نعرف عشان الكلام ما يقدر تمام وفي حركات بيشتروها ناس الشيوعيين تمام يقولوا على شيء الشيوعي بيعمل لنا مؤتمر بيقول شيء ثاني بينقض في حاجات ليه؟ هو شيوعي مش موقع على قوه اعلان الحريه والتغيير ليه ثاني يمشي يعمل منبر براه ولا يعمل حوار براه ولا يعمل له مؤتمر صحفي براه ما من حقه يعمل له مؤتمر صحفي براه ما دام ما هو الحزب الشيوعي السوداني موقع مع قوه اعلان الحريه ينضبط ما يتكلم ما يصرح لانه انت مع ناس مفوض ناس الناس اللي يتكلموا ما تتكلم كجسم براك ما دايرين صديق ما حد يتكلم كجسم براه ما دايرين اي زول يتكلم بجسم براه الكل ما نجي يتكلموا لنا بانه هو اعلان الحريه شكرا شكرا لك انت اثرت نقاط مهمه شديد اللي هي نقاط الاجنده واحده من الحاجات اللي هي ممكن تكون معطله للمفاوضات هو انه كل طرف عنده اجنده خفيه ما مخطوطه في طاوله المفاوضات فدائما بيكون النوايا ما صادقه عشان كده دائما بيكون عندنا مشكله بتاعت نتحصل على النتائج النهائيه اللي هي مرضيه للشارع السوداني. إذا كنا نحن بنتكلم عن المجلس العسكري، المجلس العسكري عنده بنقول أجندة خفية ودائما بتتمثل الأجندة دي على حسب المخاوف وعلى حسب المؤشرات اللي قاعدين نطلع بها من المجلس العسكري بتطلع في إنه التأثير الدولي أو الإقليمي على مجريات الأحداث في السودان وتحقيق المصالح لدول أجنبية في السودان وإذا كنا بنتكلم عن الأحزاب السياسية عندها منطلقات وعندها أجندات برضو الخفية اللي هي على حسب مصالحها الحزبية يعني فموضوع الأجندة واحدة من المواضيع المهمة شديد في موضوع الشفافية نحن برضو محتاجين إنه نعلي قيم الشفافية في المفاوضات تكون الأجندة واضحة للجمهور بتاع الثوار الموجودين داخل الاعتصام جماهير الثوار في كل أنحاء السودان فباب النقاش مفتوح للجميع حول موضوع الشفافية تفضل طيب أنا ما داير أتكلم كثير أنا جدو محمد يعني الدوام كان بجي الدار لأن الروح ده يسيب مدرعي فالحاجة الدائرة أقولها إنه بالنسبة للشفافية هو
قوه اعلان الحريه والتغيير، انه اذا كان في اي شك تجاه قوه اعلان الحريه والتغيير هو تجمع المعنيين، هو وصلنا للمرحله اللي هي القياده العامه. في اخفاقات من قبل قوة إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، اللي هي الشفافية دي كان بتتجسد في المنصة الرئيسية بالنسبة للحزام وما مرقيات، يعني المجلس العسكري، إنه نحن نعلم تماما إنه المجلس العسكري مجلس كيزاني، يعني دي حاجة الشارع ده عارفة تماما. يبقى إنه نحن مفترض من البداية إنه المجلس العسكري ده ما عندنا معاه أي تفاوض، تفاوض بتاع تسليم وتسلم جسد، يعني ده كان مفترض، ده كان الوقاية من الثورة دي كلها، إن دولة مدنية والدولة المدنية مفترض تسلم في المنصة دي. يبقى ما في حاجة إنه سبب بيخلي إنه تجمع المهنيين هو الحرية والتغيير، إنه فوضى الناس يلجوا. طيب فاوضوا، خشى المهن خشى جوا وحصلت مفاوضات مع المجلس العسكري داخل القيادة أو غيره. الحل شنو؟ الحل انه المجلس العسكري انه دي فرصه قدر انه يضربنا بها كسؤال، اللي هو بيك اب خوت فيه، قدر يعزل قوه اعلان الحريه والتغيير وتجمع المهني من الشارع، وبيك اب خوت في كيف يقدر يعزل، بيقدر يعزل انه يخلق فجوه ما بين قوه اعلان الحريه والتغيير والشك، يعني بيقدر يخلي حتى الشارع والاعتصام انه يشك في اعلان الحريه والتغيير وتجمع المهني، وده القصي الحاصل تماما. انا شخصيا يعني اقتنع تماما باعلان الحريه والتغيير وتجمع المهنيين، انهم هم بيمثلوني لحد تاريخ اللحظه، انه بيمثلوني تجمع المهنيين واعلان الحريه والتغيير. لكن انا بفتكر انه ما في تاني تفاوض مع المجلس العسكري، اي تفاوض من مع المجلس العسكري تفاوض بتاع استلام وتسلم جسد، عشان احنا ما ندي صخره حتى عملت نفسها بتاعت المندسين دي أصلا، يعني في مندسين أسيو في صورة مضاطة بقى تنفط في الغطار ده، عشان نحن نقبل الزخرة دي بس نعلق التفاوض في اضطراب وعصيان هسي حاليا ماشي، إنه إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين إنه هم يصعدوا في اضطراب عصيانهم المدني بعد ذاك، انه اذا طيب احنا اعلان الحريه واعلان الحريه تغير الجماعة المعنيه بيمثل الشارع، المجلس العسكري قاعد يمثل من يعني؟ بيمثل الشعب. طيب يبقى انه ما في اي حجه للمجلس العسكري انه هو ما يسلم سلطه مدنيه. يبقى انه احنا ما في سبب من الاسباب بخلينا نحن طالب حتى نتفاوض مع المجلس العسكري ده، يعني هسه حاليا هو المجلس العسكري قاعد يخلق ثوره مضاده، قاعد يخلق يعني عدم ثقه وحاجات كثيره، وفي نفس اللحظه قاعد يعزز علاقاته الخارجيه. يبقى انه احنا ثاني مفترض ما انا رايي واضح انه على الحريه والتغيير وتجمع المهني انه ما فاوض العسكري باي سبب من الاسباب. بعد ده اي تفاوض ده يتم خليه يتم على مستوى المنصه الاعتصام دي، وما في ما تفاوض ذات تسليم وتسلم من المجلس العسكري لسلطه الدوله المدنيه بس. شكرا. سياسية أو أجندة مهنية أو
بغض النظر عن انتماءاته، يعني احنا ما بنقول الموضوع موضوع سياسي فقط، موضوع انه اداره الفتره الانتقاليه ذاته كانوا ده خلاص الحاجه النهائيه لفتره انتقاليه، انك بتمهد لما بعد الفتره دي انه بعدك حتى تجي الكيانات السياسيه تدخل اجندتها مثلا الكيانات المهنيه او كده. في انا شايف في حتى في التفاوض الناس بتتكلم وهيكلة الدولة وطريقة إدارة، يعني مثلا الناس المجلس العسكري كانوا يقولوا مايلين على اتجاه النظام الرئاسي في الفترة الانتقالية، وإعلان الحرية والتغيير مايلين على اتجاه النظام البرلماني. فعلى أساس أنتوا بتقولوا نظام رئاسي ونظام برلماني ومخلين الشعب برا، يعني شوفوا الشعب داير شنو، انتوا برؤيتكم والاجنده اللي بتحملوها كان مهنيه امنيه عسكريه سياسيه whatever، ده ما قراركم انتوا تتخذوا عشان تتخذوا فوق وتحملوا حتى الفتره الانتقاليه يكون النظام ماشي فوق الجهه. فحتت انه في كل زول حسب من الطرفين يعني داخل بعقليه بتاعت انه هو رؤيته هو بس المنفرد بها، يعني هو بيرجل، لكن الرأي بتاع الغالبية يعني في النهاية الرأي بتاع الغالبية بيرجع للمواطنين وللشعب. هاي الطرفين مفترض ينتبهوا للحتة دي، وإلا حيكونوا هم الاثنين حاسس الصفحة دي قامت في النهاية من غير انتماءات سياسية ولا أجندة سياسية، قامت من أجل إصلاح وضع الناس بصورة عامة. أي زول شاعر بأنه عنده مشكلة ساهم في الثورة دي، وأي زول حاول على المستوى الشخصي على المستوى الجمعي على مستوى الكيانات اللي كانت بتقول إن الثورة هي من أجلها قامت مفترض يعني إحنا الجانب السياسي ده ليه متدخلينه في الفترة الانتقالية، يعني مثلا الكيانات السياسية دي مفترض تمشي هي هي ذاتها عضويتها وكيانات استعداد في الفترة الانتقالية، حتى الاستعداد اللي الفترة الانتقالية يعني قانون الانتخابات اللي انتوا حاططوه مثلا حيكون ماشي في اتجاه معين، القصة المفترض تكون من غير انتماء. كنا بنسمع انه حيكون في الحكومة حتكون تكنوقراط وما رايت ناو، ما شايفين اي يعني بالنسبة للطرفين ما شايفين اي اتجاه لانه كانوا تيجوا وانتوا دايرين يعني تتقاسموا، يعني دي ما كلام ده ما حتة الفترة الانتقالية تتكلموا على اسم انه بعدها ما حيكون في حاجة، وبنبه للحاجة دي انه حيكون يعني طالما انتوا دايرين تمشوا في الاتجاه ده القصة دي حتطلع من يدكم، يعني هو الحرية والتغيير ولا كان المجلس العسكري، لأنه في النهاية المواطنين ده يعني بغض الانتماءات السياسية القصة بالنسبة لهم حاجة مطلوبية بغض النظر عن انا انتمائي شنو يمين يسار في الوسط او مهنتي شنو، انا كمواطن عندي مطالب حتى المطالب السياسيه مش اجنده سياسيه، انا كمواطن عادي الناس دي عندها يعني في النهايه بتتاثر، ما بنقول ما بتتاثر بالوضع السياسي، فدي بس الحاجه كنت داير اعلق عليها انه الناس تنتبه لما لقيتها، وبرضه الشعب والمواطنين الافراد العاديين ينتبهوا لها. شكرا لك، التحيه لك. السلام عليكم الشباب، مساء الكريم، مساء الخير عليكم كمان. طيب بالنسبة للنقطة بتاعت الشفافية اللي عبد الله علي، النقطة بتاعت الشفافية المفترض يعني يعلينا المجلس العسكري أو اللي بيمثلنا نحن هو الحرية والتغيير عشان تطلع الشعب اللي هو طلع من الثورة وضحى بدمه من الشباب أربع شهور في الشارع طلعوا للمظاهرات بصدور عارية قبل الرصاص البومبان السحل الضرب عشان في النهاية تجيهم تحكي لهم مطالبهم انت وللحق يعني نقول انت جمع المهنيين في البداية غادر الثورة نظم ليها برمج ليها جدول ليها من البداية وده حق ما نحن ما نهضمه له ونديه له يعني تمام. في شيء بالنسبة للشفافية بتاعت المفاوضات، في الأسبوع الفات كان في اتفاق تم طلع الناطق الرسمي بتاع إعلان الحرية والتغيير اللي هو مدني وياسر العطا اللي هو كان في فريق ياسر العطا كرئيس السياسي يتكلم عن انه نحن توصلنا ل 95% من الاتفاقيه
95 75. طيب ما مشكلة 25% اللي هي إنه في مجلس تشريعي مجلس وزراء هيتكون من إعلان حرية والتغيير، ومجلس تشريعي هيكون 67% لإعلان حرية والتغيير، والباقي هيقول لي باقي الحساب الماء موقع على الإعلان، والمجلس أو مجلس الوزراء هيكون خالص مكون من الكفاءات ما من التقنيات، من الكفاءات اللي هيختار منه هو إعلان حرية والتغيير. استشرنا خير كلنا وحصل احتفالات في المنصة والناس انبسطوا جدا وخلاص، يعني قلنا يوم تتم المفاوضات هتكون 25% تانية. فاتلقى على المجلس العسكري، حصلت المجلس حق 8 رمضان الناس كلها شهد عليها طبعا، وطبعا المجلس العسكري هو عشان يمط الموضوع، كل ما مط الموضوع كل ما يتسوف كل ما مد الزمن اللي قدام، هو براهن على انه الشباب اللي في الاعتصام حيملوا حيكلوا حيرجعوا بيوتهم، وبعدك حيدخل ليه الساحة وهو حيعمل زي ما هو داير. والحاجة الثانية براهن عليها ممكن من خلال وفعلا دي نجح فيها لحد كبير بالمناسبة، يعني مطوا للمفاوضات وتأخيره وتعليقه للمفاوضات والكلام بتاع انه قفلتوا الشوارع الرئيسية وطلعتوا من حدود اعتصامكم 6 ابريل والكلام ده، براهن عليها، والكان انه يحصل انشقاق في هو حرية التغيير، وده حصل بشكل او باخر زي ما قبل الشاب كان بيتكلم عن انه الحزب الشيوعي طلع لمؤتمر صحفي في داره انه اعلن انه لابد او لازم يكون في رئيس للمجلس السيادي مدني، بينك صديق المهدي بيصرح بانه والله نحن مفروض نقبل باغلبيه مدنيه لكن رئاسه عسكريه، وده كله بضعطع في القوه بتاعتي على الحريه والتغيير عشان المجلس العسكري من خلال كسبه للزمن يقدر يشك الصف بتاعنا نحن هنا، عشان بعدك يخشوا في النص يقول والله يا اخي نحن الحريه والتغيير ما بتمثل الشارع، في كميه من الناس اللي قالوا والله احنا ما قبلين باللي بيحصل ضيق، وللاسف الكلام ده قدر يمشي فيه كثير. طيب المجلس السيادي اللي كان بسبب العلاقه المفاوضات وصلت مرحله بعيده او من الـ من الـ من الـ من الـ البعد، يعني ما حصل تقارب في وجهه النظر، هم بيتكلموا عنه مجلس الوزراء والمجلس التشريعي هم ذات الصلاحيات الكامله للمجلس الوزراء والمجلس التشريعي. طيب انتوا الصلاحيات الكامله وصلتوا فيها ل 75 عدم الشفافيه زادت، وصلتوا فيها ل 75% من الاتفاق. المجلس السيادي قلتوا مجلس تشريفي، كيف يكون مجلس تشريفي 25% هي معلقه وما قدروا توصلوا لغايه الان لاتفاق فيها؟ يبقى هنا في عدم شفافيه، هو يعني الحريه والتغيير جوا فيها انشقاق كبير بالمناسبه، والحاجه طبيعيه يا اخوان الناس ما تستغربها، لانه 80 كيان من حزب لحركه لتجمع مهنيين لمنظمه مجتمع مدني ليسار لوسط لكده، فالموضوع عادي. لكن هنا نحن عشان نقدر ننظم صفوفنا وما نصير، يعني كذا انت كان عندهم حجم بالمناسبه الناس ما مركزه معاه كثير في تلك ال 30 سنه دي، الناس كانوا حق مننا مركزين متكاتفين ومترابطين انه ما بيصير خلافهم بالاخر، يعني هم جواهم بيكونوا في صراعات مدوره شديده، يعني ما في صرف علمها، لكن عشان ما يضعفوا نفسهم ويعكسوا الوجه السيء لهم ما بيصيروا لهم الناس المختلفين. نحن للاسف الاحزاب التقليديه السودانيه والاحزاب السودانيه بتاعتنا الليله لو قعدوا قعده واحده ويختلفوا فيها طوالي بيطلعوا بيشكوا، واي واحد بيطلع بمؤتمر صحفي وده بيطلع ببيان والله يزول عنده راي، وده كلام خطا بالمناسبه، وده هو سبب تعطيل الثوره وسبب تعطيل استلام للدوله المدنيه، يعني من يومه والناس لو اخذتوا الكوره دي واعطتها زي ما بيقولوا الناس الكوره وتعاملوا مع الموضوع بكل وطنيه خالصه من غير اي انتماءات ومن غير اي انه انا اشيل اكثر وانت تشيل اكثر ومحصصات وكلام من النوع ده، ويتفقوا زي ما اتفقوا على اعلان الحريه والتغيير من يوم 1/1/2019 وكلهم وافقوا على انه يضغط النظام المبدا الاول، للاسف كمان ده بعد ما هم وقعوا الاعلان ده ما كان هم جاهزين على انه النظام ده ممكن يسقط، والبديل بتاعكم مش البديل الرئيس، البديل التنظيم اللي حيحكم الكفاءات بتاعتك اللي انت حتطرحها للتفاوض مع الزول اللي انت ما جيت للعساكر انت لانه جيت للضباط مع القياده العامه اول جيش وقلت لهم يا اخي انحصر الثوره، هم فعلا انحصروا الثوره لكن للامانه ما انحصروا لمصلحتك انت يا مواطن يا ساير ابدا، انحصروا لمصالحهم الذاتيه، هم انحصروا على الدوله العميقه، الدوله العميقه طبعا الان قاعده وشغاله وبتمارس في شغله بكل اريحيه، يعني الموضوع عادي جدا تمام. هم جو وشالوا السلطه من الراس، طبعا ما شالوا السلطه من القاعده، شالوا السلطه من الراس وقالوا عزلنا الراس الجمهوريه او تحفظنا عليه في مكان زي ما قال امين، وللامانه ما صار عم بتشوف المكان ده امين ولا غير امين،
تمام. انت لما جيت وقعت على الحريه والتغيير يوم 1/1 كل ال 80 كيان دي كلها كانت متفقه على انها تسقط النظام في المقام الاول. اسقط النظام يوم 11/4/2019. طيب انت ما كنت جاهز 11/4 لانك تسلم السلطه طوالي. انت من يوم 11/4 دخلت مع المجلس العسكري في تفاوض والمجلس العسكري بقى يتماطل وبقى يسوي وبقى يمت في 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 المواعيد. انت طوالي ينسحب يا مدنيه خالصه يا نوبة ما 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 ما, ما, ما طالع من الميدان. بعدك تحصل فتره انشقاقات، اي حزب عنده راي واي زول بيقول راي والمهنيين بيقولوا احنا عندنا راي، ودي كلها بالمناسبه في مساحه الثوره. بعد ده بكل الخلافات والاختلافات الداخليه جوا يعني الحريه والتغيير الناس ما تركز معها كثير. انا في رايي ما تركز مع المساله دي كثير، لانه في النهايه المطلب الاساسي بتاعنا نحن حكومه مدنيه. ايا كان الحكومه المدنيه دي جايه من وين؟ تكون حكومه مدنيه. نحن المجلس السيادي جاي المفروض يكون مجلس سيادي ذات اغلبيه مدنيه بتمثيل عسكري. وصلوا الى 5/5 ورئاسه مدنيه، المجلس العسكري رفض قال لا نحن دارين 5/5 ورئاسه عسكريه. تمام. ودي كلها في مصلحتنا. نحن تعبانين من شهر 12 وقمنا بالثوره، الشباب اللي قاموا تعب وضحى بدمه عشان الثوره دي، الحكومه المدنيه اللي في مصلحتهم كلهم. الليله نحن اللي قاعدين ديل ما فينا واحد يامل ولا يحشم فيه انه حييه واحد من العساكر ديل يقدم له خير، ما في كلام زي ده، ما في نحن كامل احترام من الجيش والضباط، لكن عشان يقدم لي كدوله يقدم لي كل ما انا اتمناه واطمح له وكل امانيه انا اللي كنت منشوده في دوله احلم بها ودوله تكون مشرفاني انا ودوله تكون خادماني انا كمواطن، العساكر ما بيعملوا علي، بتعمل لي الحكومه المدنيه. تمام. دي الحاجه ان احنا اللي بنتمنى انه الناس ما بس في الراهن الحالي ده ما تحاول الكلام اللي بيحصل حتى حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي بانه ليه هو الحريه والتغيير ومستفرد بالسلطه، ليه هي بتمثل الشعب، الكلام ده موجود في راسكم يا اخواننا. ممثلانا المجلس المهني ممثلنا والحريه والتغيير ممثلانا، احنا ماشيين مع الناس دي لغايه ما يسلموا السلطه المدنيه بتاعت كفاءات. بعد ذاك ليه قدام؟ بعد 3 سنين الداري يجي ينزل انتخابات، داري يرشح نفسه في الانتخابات، من حقه يرشح نفسه في الانتخابات ومن حقه يفوز، بس حكومه مدنيه ده المطلب الاساسي، ونلتف حول اعلان الحريه والتغيير، ما نتخلى عنهم في اي وقت من الاوقات، وما نسمع اي كلام وما اي زول حيجي يقول لنا الناس والله شيوعيين والناس علمانيين والكلام الفارغ بيعملوا فيه عبد الحيوسي ده. شنو يعني شيوعيين وشنو يعني علمانيين؟ نحن الحاجه اللي ما دارين المطلب ده. نحن سياده القرار، ما سياده القرار الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه هي كم؟ مين اعضاء هنا؟ كم في المية؟ ولا 1%. ده الشعب كله قاعد هنا، ده هو اللي بيحدد، داير علمانيه، داير مدنيه، هو اللي بيحدد. والسودانيين مسلمين قبل ما يجي عبد الحيوس وساتو يعني، وقبل ما يجي مؤتمر وسط السودان المسلمين واشد اسلاما منهم ساتو يعني، عشان ما يخمرونا بالشعارات البراغه الفارغه دي. تمام؟ نحن حاليا مصوبه وصابينها لغايه الضحيه صابنا، كما جتنا المدنيين احنا صابنا وقاعدين وما نمرر الاجنده الداخليه بتاعت الدوله العميقه تمشي فينا، وما نخلي الانشقاق وننشطر والانشقاق يصير فيما بيناتنا، ودي حتكون من مصلحه الدوله العميقه ومصلحه العساكر لانهم هم جزء من الدوله العميقه بالمناسبه. ما في واحد في المجلس العسكري اللي زي ما قال كبير الاستاذ، ما في واحد في المجلس العسكري قاعد هو قلبه على الشعب ولا هو اصلا من الشعب ولا في الشعب، الناس اللي قاعدين كلهم بيخدموا في مصالحهم الذاتيه وفي مصالح الدوله العميقه. فنحن نكون نلتف حول بعض، نقعد نصبها في الميدان ده لغايه ما نحقق مطالبنا. بعد ذلك لو عندنا حساب مع الحريه التغيير لا قدام، بعد ما نستلم المدينه حقتنا، لكن هسه ما نتكلم. هسه حاليا نحن لا، نحن تجمع المهني بيمثلنا والحريه التغيير بيمثلنا، فيما بعد بعد ذلك لما نستلم المدنيه عندنا ما حساب بنحاسبهم. وشكرا لكم. طيب نحن طبعا موضوعنا الليله بنتكلم عن موضوع الشفافيه. الشفافية تحديدا في المفاوضات بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير. أنا عندي فرصتين، فرصة عند زول كويس، لكن الحاجة الأكيدة إنه نحن فقرتنا بتاعت الركن في نقاش الوضع السياسي الراهن هي فقرة ثابتة في منصة الباحثين السودانيين، حتكون مستمرة وحنقعد نناقش مجموعة من القضايا بتاعت الوضع السياسي الراهن الآن في السودان. تفضل يا أستاذ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
أحمد أبوكر محمد. طيب بالنسبة لموضوع الشفافية، أنا رأيي الشخصي إنه الشفافية ده ما قادر نسمع كتير. الشفافية بالنسبة لموضوع الشفافية، أنا حاليا شخصيا ما مركز مع موضوع الشفافية كتير. إذا كانت جت حكومة مدنية، طبعاً بنفضل إنها تجي حكومة مدنية ومجتمع اجتماعي. لكن الحكومة المدنية ما حتحقق لنا شيء في الثلاث سنين الماشية أو موضوع السلام ده، بس غير كده ما هيجبرنا حاجة مدنية. الشيء الثاني القصة بتاعت الانتخابات. نحن كشباب طلعنا من قبل 19 ديسمبر، لا في تجمع مهني لا في غيره، صح التجمع نظم الناس ورتب الناس وكده، ما كنا مقتنعين بأي حزب سياسي في السودان. ما في أي حزب سياسي في السودان، ده ما لي عنده طلعنا الشارع كنا بنضرب قبطان وكده، ما مقتنعين بأي حزب سياسي في السودان. نقول ليه هو إعلان حرية التغيير لسه مسلم ولا غيره؟ شفنا الأمور مشت تمام، احنا ركزنا الناس ونشوف مطالبنا هل يحققوها ولا ما يحققوها. الناس شافت ردتك فين؟ اليوم قبل المفاوضات، قبل اليوم الأخير، ردت الفعل كانت كيف؟ يعني حصل ريجكشن في التفاوض. بعدين كلمة تفاوض هي أصلا خطأ، التفاوض أصلا خصمين بتفاوضوا، تفاوضات نفاشة، الدوحة تجيب خصمك. لكن دلهم بيدعوا إنه مع الثورة، زول بيقول لك انا مع الثوره، فانا كيف افاوضك انت معي في صفي؟ اصلا احنا صغار ممكن نجي نتفاوض، صح؟ نعم. هو ككلمه ما صح انه احنا نتفاوض، احنا تديني السلطه نتفاوض، تديني انت اصلا معي في الثوره، قلبت معي الحكومه دي او حسيت اني صار احيانا تفاوضني كيف؟ هو الموضوع اجراء. الشيء الثاني ما كنا مؤمنين انه المجلس العسكري ده اصلا كان يعني مصلحتنا الاقدام السريع ولا غيره. الناس اللي كانوا احنا اتضربنا منه يوم 8 الناس اللي كانت حاضرة، نعم. حاضرة الدعم السريع ضربنا منها هناك في الاتجاه ده. فالشيء اللي انا بقوله انه الشباب مفترض تفكر في السياسة، الناس تفكر في السياسة، الناس تشوف ليها زول يمثلها، زول مستقل. لانه تقول جات حكومة مدنية، جاء اوباما، جبنا اوباما زي اوباما في الثلاث سنين دي، هنجي شنو؟ جبنا محترفين، وزراء محترفين، تمام؟ ثلاث سنين السلام جو الامور مشت تمام في كاش وكده، هننزل انتخابات، هيجينا منو؟ هيجينا الصديق المالي المرغني الناس اللي هنزل انتخابات، صح؟ نحن عملنا شنو؟ مجهودنا ضاع. نحن لفينا وجينا راجعين تاني، جبنا الناس زي بالقانون يمشوا يفوزوا والامور مشت تمام. نفس اللي حصل تاني هيجي الكلام والموضوع هيكون ماشي. الشيء اللي بقوله ان الشباب مفترض تلتف امور شخصيه مؤهله جدا ويل كواليفايد، شاف من الشباب قاعد برا السودان، قاعد زول مستقل، الناس تقفل عليه تقف وراه. في انتخابات جايه الناس تركز، انا شايف ان الناس تركز الانتخابات، الناس زي الحكومه ما حكموا انتخابات بعد 10 سنه، الناس مفترض تركز على الحاجه دي، الناس تركز في حاجه اسمها انتخابات. حتى لو جات حكومه مدنيه ما حتقدر تعمل اي شيء. الهوس بتاع الدوله العميقه وما الدوله العميقه، ما في حاجه اسمها دوله عميقه اصلا. في موظف اجير، موظف سليف اجير، زي لسه اول امبارح ادوه مرتب 3 شهور بيشوط بجاي ما عنده شغل، ادوه قروش بيشتغل، ما ادوه قروش ما بيقول لك موضوع دوله عميقه وما دوله عميقه. هو موظف تقدر تقول مؤلف الوف ما عنده مبدا، جاو رئيس ممثل، جاو رئيس ادوه مرتب بيشتغل، ما عنده شغله بالموضوع ده، الدوله والموضوع ما عنده له حاجه اصلا. فيقول لك موضوع الدوله العميقه، وما الدوله العميقه هي في بيوتنا بالشيء الواضح يعني. اي زول ليله 90% ولا 95% من الشباب لسه في الاعتصام او كان بيطلع مظاهرات، ناس بيتهم ما نادوا اللي بيطلع مظاهرات. كن واقعيين، ما في زول ناس بيتهم بيقول له يا اخي اطلع مظاهرات ومشي، ما كان رايد اللي صح؟ هو ده الفكر دي الدوله العميقه، ما يقول لك دوله عميقه في المؤسسه، ما في دوله عميقه في المؤسسه، انت مدير في المؤسسه بتمشي الكلام الفرنسي. عشان كده الموضوع يقول لك نحن منتظرين دوله عميقه، دايرين نعمل، ما في اسمها دوله عميقه. في مدير مؤسسات تجي تحديد مديرك تحديد الشغل الفرنسي ده بتنفذه، هو موظف قاعد ما عنده حق يرفض. لكن فكر الناس الليله ايمانهم بالقضيه هم الشباب الطلع قدم روحه وقدم دمه للثوره دي، هم الناس اللي سويتهم، هم دير الناس الشايلين هم البلد. بس الناس بس يحصل اتفاق، السياسة الاتفاق بتلقى الساحة دي مليانة ناس جاية تحتفل، يا
يحصل يسجنوا فضل الاعتصام تلقى الناس ماشي فش تفناز أصحاب القضية أصحاب القضية هم البكاتري من الدكتور أنا ما بقلل من مجهود الناس البرة والناس اللي يسجنوا لكن بقول الدولة العميقة هي في فكر هي ما ناس قاعدة هي فكر في ناس ما عندها مبدأ شايفين الناس اللي بتطلع الشارع اللي ما عندهم موضوع كده هم ممكن نصف فأنا بذكر الناس ندرب كيس في حتى جنو موضوع الانتخابات الشفافية حاليا حتى بتكلمنا بشبابية هي شايف هي بتبين كده هي قاتل الألم الحالي لكن ما حل المرض اللي الناس ركز في السياسة والسياسيين الناس دي ماسكة من الشعوب الموجودة في الاعتصام أنا ممكن أقول لك هذا سياسيين حاليا فكرهم قد ما يساوي شباب موجودين لافين في الاعتصام فكروا بتفكير بتاع زمان ما في حاجة جديدة كلها تصريحات سايق يعني ممكن أنا أكون قاعد في الاعتصام هنا يجيني زول يصرح لي تصريح يقول لي أنا ممثل بس إنه وريش حاليا نسيت هو نداء السودان كلام الصادق المالي يقول لك نحن اقتراع مظاهرات زول ده يقول لك نحن كلمنا دخان مرقة وما دخان مرقة وكلام صحيح يا جماعة نفس الفهم بس زول ده هو ممثلني يعني وأنا راضي بالموضوع ده مش عشان هو ممثلني أنا راضي عشان السوداني مش صار الناس ما عشان ندفش مش مطلبنا الناس تمشي فالناس بفكر بالحقيقة لكن أنا بقول إنه زول أسي يقول لك دخان مرقة ده ممكن يجي في الانتخابات الجاية وقاعد رئيسي ودي السرقة جدا فأنا شايف الناس تأهيل نفسها في موضوع الانتخابات بعد 10 سنة 15 سنة الناس مفترض نحن كشباب نركز على الحياة دي عشان نبني جدا لأنه ده ما أظن يجينا حزب جديد حقيقي تاني كل الغادة في الجيش والمؤسسات والناس زي في انقلاب تاني نفس الشيء لكن الاستقرار في الانتخابات طيب السلام عليكم يا شباب انا صراحه والله ما قدرت اتكلم لكن موضوع الشفافيه ده تحديدا لانه متصل بغير الحكومه ومن الرئيس وكده مرتبط بالفساد يعني الشفافيه هي عكس السريه الحاجه بتتم في الخفاء بورا فانت داير اي حاجه بتحصل لو في التفاوض ولا في حركه الدوله ككل تكون معكوسه في الاعلام احنا الاعلام بتاع الناس اللي بتطبل الحمدي ولا البرهان والمجلس العسكري ده اعلام ما اعلام دوله مدنيه ده اعلام الدكتاتوريات واعلام الانغاص وده لازم يجيب ويسقط هو بس مش كده لانه مش بس الزول ده مشى وين ده مشى يبايع مصر وده مشى يبايع السعوديه وده الكلام الفارغ ده انما الحاصل يناسب في الدو في مؤسسات الدوله كلها الليله بنك السودان فيه وشنو وزاره الماليه فيها الليله في تصاديق طلعت هل الكيزان دي اللي سي دي قاعدين وماسكين المناصب بتاعتهم هل قاعد يعينوا ناسه دي كلها حاجات الشفافيه لازم تعكسها ليه مش كده فالشفافية أخواننا مهمة وضرورية جدا للديمقراطية وللدولة المدنية فما منا على زول ما يجيني زول يعمل لي فين والله لديتك معلومة وأنا القائد وكده المفاوضات دي نفسها المفروض تكون معكوسة عبر وسائل الإعلام انت ده مش قاعد تتكلم باسمعنا ده وريني قاعد تقول في شنو احتمال كنا تقول فيه أنا موافق عليه ثم ثانيا انت لو داير تفاوض باسمي ولا كده تعال اتكلم معي مش كده أنا ما موجود هنا في الميدان ده فالشفافيه دي يا اخواننا حاجه مهمه للغايه الناس ما تتنازل منها كله من حق اي مواطن انه يعرف اي معلومه في الدوله طالما عندك ايكوال فوت طالما عندك انت ده صوت الصوت ده ممكن يودي زول لانه يكون رئيس ولا يوديه يبقيه نايب في مجلس ولا غيره هسه حاليا ما في برلمان والبرلمان ده واحده من حاجاته الاساسيه ممارسه الشفافيه بالنيابه عن الشعب يا اخواننا عمليه مهمه جدا نتعلم هي شنو إنها عكس السرية الحياة كلها تكون في الضوء وتاني حاجة أي زول بيمثلني لازم يكون شفاف معاي لازم يوريني الحاجة أنا ده ما أقدر أسمع الأخبار المفرحة بس تقول لي والله يا أخي أنا عملنا كده وجبنا لكم كده وسوينا كده أنا داير الأخبار السيئة برضو ليه؟ لأنه أنا ممكن أديك فكرة أقول لك يا أخي أعمل كده ما تسوي كده دي حاجة من الحاجات اللي أنا بقدر أعملها ما هو الناس القاعدة بالاعتصام ده أساس الجامعات وأطباء ومهندسين وميكانيكية وكل القطاعات المجتمع موجودة الفترة بتاعت انه السياسي يتكلم وان تو ميني واحد يتكلم والباقيين كلهم يسمعوا دي انتهت دي خلاص مرض يعني السياسي ده زول زيي وزيكم في بعض مرات بالصدفة يعني عمر بشير ده بقى رئيس بالصدفة يعني جابوا الناس وهو ذاته ما عارف نفسه هيكون وين بكل اسف السي البرهان وحمدتي وبتاع هيبقوا برضو يعني داير يبقوا رؤساء بالصدفة ما في صدفة في تخطيط وفي تطلعات وتوجهات اللي احنا دايرينها تدعم هي ذاتها
ما اتعملت، سقطت ما سقطت، صابينا هنا ده اليوم القيامة. فالشفافية مطلب أساسي للشعب السوداني، لازم تمسك بها ولازم تتم زي ما هي. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور أنور، تحية لكم من جديد. نقول سقطت ما سقطت صابينا، سقطت ما سقطت صابينا، حتى لو سقطت صابينا. حابب أنوه إنه الفقرة بتاعت ركن النقاش حول الوضع السياسي الراهن هي فقرة مستمرة ودائمة في منصة الباحثين السودانيين، والتحية لمنصة الباحثين السودانيين تاني. الفقرة الجاية هي فقرة نادي المخاطب الإنجليزي، فهيو المطوعين الأساتذة بتاعت اللغة الإنجليزية يبدو في الفقرة بتاعته. إن شاء الله بكرة عندنا لقاء جديد وحيكون عندنا مواضيع للنقاش حنتكلم برضو فيها عن الوضع السياسي الراهن. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك دائما.